صباحكم مشاهدينا الكرام، احنا الان متواجدين في سينما القصبة في رام الله لحضور الفيلم الوثائقي طنطورة للمخرج الاسرائيلي ألون تشارلز. الفيلم بيوثق اعترافات للجنود الاسرائيليين من اللواء الاسكندروني بانهم قاموا بمجزرة ومذبحة في قرية طنطورة الفلسطينية، وهذا الحدث تم في 20 ايار عام 1948 وتم دفنهم جبيحهم في قبر واحد جماعي. خليكم معي نشوف مع بعض. אנחנו באנו לכפר הערבי, כל אחד קיבל, לקח לו איזשהו חדר שם בכפר, כפר גדול מאוד, ושם התיישבנו, בית אחד הפכו לחדר אוכל. במלחמת השחרור ידענו דבר אחד פשוט, או אני או הם, או אני או הם. في تقديري هذا الفيلم سيحدث شرخا داخل المجتمع الإسرائيلي، لأنه قال بكل وضوح بأن هناك عصابات صهيونية ارتكبت العديد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني في عام 48، منها هذه المجزرة، مجزرة الطنطورة، هناك أيضا مجزرة كفر قاسم، وهناك مجزرة دير ياسين. بالتالي سيحدث شيء من الضجيج أنا في تقديري، وسيعيد طرح السؤال الأهم حول الرواية الحقيقية التي لطالما تمترست إسرائيل خلف رواية نقيضة وخلف رواية زائفة. هذا الفيلم يوضح ويؤصل للحقيقة القائلة بأن نعم هناك مجازر ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، ومن قام بها هي العصابات الصهيونية. هذا الكيان المحتل المجرم ما زال يعيد إنتاج الموت والدمار على المكان والمكانة بتوسط الإنسان الفلسطيني من خلال تعميم المجازر والقتل اليومي، وبالتالي هذه الحفرة 35 مترا طولا وأربع أمتار عرضا تشكل واحدة من علامات القتل والمجازر التي ستبقى وصمة عار سوداء في جبين هذا الاحتلال الذي ما زال يواصل جرائم القتل في متوالية من الموت والدمار غير معتذر عن كل ما يقترفه بحق فلسطين مكانا وإنسانا. وبالتالي هذه الشهادات من فم القتلى يجب أن تقدم دلائل دامغة في الجنايات الدولية لمحاكمة هؤلاء القتلى والمجرمين، وهذا الاحتلال الذي يحرس القتلى وليس آخرهم ما حدث في حوارة من قتل عن سبق إصرار وترصد في مواصلة هذا المسلسل الإجرامي. حقيقة مسرح القصبة منذ يوم إنشائه هو يهتم بالقضايا الثقافية الوطنية الفلسطينية، وأتى عرض هذا الفيلم في هذا الإطار، حيث أن هذا الفيلم حقيقة يروي رواية بأيدي فاعليها، وبالتالي فيلم وثائقي حقيقة، ولكنه يكرس كل الرواية الفلسطينية من حيث المجازر التي ارتكبت، صبرة، شتيلة، قبية، كفر قاسم، وأخيرا طنطورة. هذا الفيلم سوف يقدم رواية حقيقية لما ارتكبته الأيادي الإسرائيلية. فلسطين دوما عندما تروي روايتها أعتقد أن البعض لا يصدق ما يقول الفلسطيني، ولكن عندما سنستمع إلى رواية الإسرائيليين وما يقولون أنفسهم سوف تكون لها الحقيقة وحقيقة ساطعة. بداية أريد أن أشكر وأحيي شفارتز اللي هو مخرج هذا الفيلم الوثائقي الذي هو شهادة إدانة مباشرة من إسرائيلي للفظائع والفاشية التي قام بها الإسرائيليون في عام 48. طنطورة هو نموذج لا أريد أن أبالغ أقول عشرات، بل هو أكثر من عشرات، يمكن مئات القرى والبلدات التي حدثت فيها في طنطورة حدثت في القرى وهذه البلدات. فاشية المحتل هنا تتجسد في الطنطورة. يجب على العالم أن يسمع وأن يرى شهادات لروايتنا نحن، الرواية الحقيقية لما حدث عام 48. أنا باعتقادي أنه يجب أن
نسمع من الإسرائيليين من فمك ودينك. وهذا هذه عظمة وجمال هذا الفيلم الوثائقي الذي يؤرخ ويوثق لما حدث في 48. فيلم الطنطورة يعيد تصوير المجزرة وبشاعتها بشهادة مرتكبيها، ويمثل أداة إدانة للاحتلال الإسرائيلي والصهيونية بشهادة الجناة. لفلسطين هذا الصباح، سهير إبراهيم حناحن.